السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية اسمحوا لي ونيابة عنكم أن أتقدم بجزيل الشكر لجميع الأخوة المشرفين على هذه الصفحة الرائعة، واستجابة لطلب العديد من الأحباب الصيادلة في ليبيا، وطلب الشخصي من الدكتور حسين الرابطي الرائع أن أتحدث معكم اليوم في موضوع أنا عارف ممكن الجميع عنده علم به، ولكن معليش نتفاعلوا مع بعضنا في هذه المحاضرة لعلنا نستفيد ولو معلومة صغيرة وليست كبيرة قد تفيدنا إن شاء الله في فهم الموضوع، وخاصة أن هذا الأمر وموضوع الأنيميا تقريبا شائع في ليبيا، والمشكلة أن معظم الناس قد تجاهله، ولكن أخطار هذا المرض وأخطار هذه الأنيميا جسيمة، وبالتالي يا ريت كل واحد يشوف في روحه أن عنده هذه الأعراض اللي حنتكلم عليها مع بعضنا إن شاء الله، وربما في بعضنا يعرف عدد بسيط من أنواع الأنيميا، ولكن اليوم إن شاء الله حنتطرق مع بعضنا إلى كل الأنواع من الأنيميا وفهمها فهم جيد. في البداية نحب نسأل أحبابي وعساه يتفاعلوا معي، لو كل واحد يكتب من الآن كم عدد من أنواع الأنيميا اللي يعرفها لو سمحتوا، لو يحاول يعددها حتى على أصابعه ويشوف روحها كم عدد من أنواع الأنيميا اللي يعرفها أو سامع بها، أو على الأقل يقدر يتكلم عليها لو حط أو مريض طلب منه أن يشرح له بعض المعلومات على هذا النوع من الأنيميا. نعطيكم دقيقة عشان كل واحد بس يحاول يكتب أمامه أنواع الأنيميا اللي هو ممكن يعرفها. تمام، طيب زي ما شفنا إذن الأنيميا هي موضوعنا اليوم إن شاء الله، وبالتالي حنمشي ونشوفه بعدين في محاضرتنا اليوم. طبعا إن شاء الله حنتكلم مع بعضنا على الأنواع المختلفة للأنيميا، وزي ما قلت لكم في أعداد كبيرة من الأنيميا، والأكيد كل واحد فيكم كتب العدد اللي هو يعرفه. وفي نهاية المحاضرة بالله أرجوكم تتفاعلوا وتقولوا لي هل هذه المحاضرة أضافت أنواع جديدة ما كانتش موجودة عندك في الحسبان، أو كنت تسمع عنها ولكن مش فاهمها بالطريقة هذه. ونحاول إن شاء الله مع بعضنا زي ما شايفين بنتكلموا على إيش يحصل من ناحية الميتابوليك أند فيسيولوجيكال ريسبونسز في الأنيميا، وبعدين إن شاء الله هنتكلموا على بعض الكلينيكال فايندينجز اللي هي بتهمنا كتير طبعا، وبنحاول مع بعضنا نفهموا لابوراتوري ديتا اللي بتجي أو عادة المريض اللي بيجيبها لك معاه لما يكون عنده أنيميا، وكيف في بعض الأحيان المانجمنت، وأنا متأكد المانجمنت أكثر مني خبرة، وخاصة الأحباب الصيادلة اللي يشتغلوا في المستشفيات أو يشتغلوا في الكوميونيتي فارماسي، يعني الممارسين الصيادلة أكثر مننا فهم في هذا العلاج، ولكن ما يمنعش إن احنا نتطرق لبعض النقاط اللي قد نستفيد منها. إذا الممتاز، حاجة أخرى حنتعلموها اليوم إن شاء الله هي لو كان عندنا مورفولوجيكال ستراكشر أو سلايدز معناها نوع من الأنيميا كيف ممكن نتعرفوا عليه. إذن هذه هي أهم الأشياء اللي حنتحدث عليها إن شاء الله في محاضرتنا اليوم. قبل أن نتكلم على الأنيميا طبعا أحسن لو أن كل واحد يستذكر المعلومات متاعها بخصوص السائل اللي هو البلد اللي الله سبحانه وتعالى بعظمته وجلاله خلق فينا، واللي يحتوي على معظم هذه الأشياء اللي أنتم تشوفوها أمامكم، ولكل من هذه الأشياء ميزته وأهميته اللي الله سبحانه وتعالى ما خلقها إلا لصالح الإنسان أو الحيوان أو ما يعيش على هذه الأرض. فلو شفنا البلاد على ما يحتوي من البلازما وما يحتوي من خلايا سيلولر، لشفنا مثلا في البلازما كتير عندنا أشياء منها البروتين ألبومين، وكل واحد طبعا عارف أهمية هذا الألبومين في الدرج بايندينج، والدكتور عبدالله علوي جزاه الله خير في محاضرته تكلم عليه بالتفصيل، طبعا اللي مش هنغوص فيه، وكيف ان الصيدلي مفروض دائما يهمه مستوى الالبومين في الدم، وخاصة عندما يتعامل مع الأدوية اللي علاجها يعتمد على البلازما كونسنتريشن، لان احنا عندنا كتير من الأدوية تأثيرها والفارماكولوجيكال اكشن بتاعها يعتمد على قديش فيه درج وقديش فيه عندك بايندينج درج. فلو صار اي اختلال بسبب الهايبو البيومينيميا او هايبر البيومينيميا بتغير العلاج، ومن أهميتها ومن أهم هذه الأدوية طبعا مجرد للتذكير مع بعضنا الفينيتوين مثلا اللي بيستخدم في علاج الصرع، احنا كنا عارفين العلاج الفينيتوين عشان يكون افكتف ويوقف اي اتاك
فهو اي اتاك في الـ في الابيليبتيك بيشن لابد الفري دراج يكون حوالي 11%. ايش معناها؟ معناها about 89% of drug لازم يكون bound to the plasma protein. وبالتالي للاسف اذا البيشن عندك عنده hypoalbuminemia حتى لو انت تعطي في جرعه صحيحه، للاسف المريض بتاعك حيصاب بالاتاك بتاع الابيليبسي، وهنا يكون الفينيتوين هو سبب الابيليبسي، حتى يسموها البارادوكسيكال ابيليبسي. وبالتالي دائما المرضى اللي يستخدموا في الفينيتوين عليهم باستمرار، والصيادله لهم دور كبير في هذا، انه يتابعوا الجرعات الدوائيه ويتابعوا مستوى الالبومين في الدم. الدواء الاخر اللي مهم في هذه الحاله اللي كلكم تعرفوه هو الثايوفيلين، وعاده يستخدموه في مرضى اللي عندهم اسما. وبالتالي هنا الثايوفيلين عشان يكون افكتيف فور كنترول دي اسما اتاك لابد يكون مستواه في الدم حوالي 16%. وايش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان لو اي المريض تبعك اخذ اي دواء اخر او اخذ اي عشبه دوائيه اللي ممكن تاثر في الدواء او في الميتابوليزم تاع الدواء، فمش بيحصل ان ان المستوى الثايوفيلين مع في البلازما بروتين بيكون واطي اذا كان العشبه او الدواء بيسبب انزيم انديوسر، او العكس فايس فيرسا لو كان هو عباره عن انزيم انهبيتر. وبالتالي الباي افيلابيلتي اوف ثايوفيلين تتغير، وبالتالي حيجيك المريض مره ثانيه ويقول لك يا دكتور بالرغم ان استخدم في هذا الدواء اللي هو المفروض كان جيد في التحكم في الـ في الـ في الازمه تبعي صار الان ما يترش، او صارت رجعت لي الكحه والويزنج وهو الى اخره. طبعا يهمنا حاجه اخرى في من مكونات البلازما اللي هي الكلوتينج فاكتور، وان شاء الله حيكون عندنا محاضره على الكلوتينج وليش الدم في الانسان العادي يكون ديما دم جيد وما يحصلش كلوتينج بسبب الاشياء اللي موجوده في الـ في الـ في الـ في اغشيه الخلايا في البلد فيزلز. هذا حنتكلم عليه ليتر ان شاء الله. وحاجه اخرى تهمنا طبعا وخاصه في موضوع الانيميا هي الخلايا اللي موجوده في الدم واللي على مستواها الاريتروسايت والليكوسايت، كريات الدم الحمراء وكريات الدم البيضاء والصفائح الدمويه البليتلس. طبعا احنا زي ما عارفين معظمنا لما نتكلموا عن الانيميا كان يهمنا الاريتروسايت، مستوى معدل الاريتروسايت، لكن حنكتشف ان شاء الله ان في نوع من الانيميا كل من الاريتروسايت والليكوسايت والبليتلس كلها للأسف تتغير نتائجها المعدلة أو الطبيعية. إذا شفنا هنا أهمية هذا الموضوع وهذا اللي حنذاكروه مع بعضنا إن شاء الله وحنناقشوه في محاضرة اليوم. طيب لو جينا لموضوع الأنيميا بشكل عام وطلبنا أن حد يعرف لنا الأنيميا، فبالتأكيد كل واحد حيقول لي أنها هي عبارة عن low oxygen carrying capacity، يعني معناها أن للأسف الدم أو لما نقول الدم يعني نقصد الهيموغلوبين مش قادر يحمل كمية كافية من الأكسجين، وزي ما عارفين لو قلت كميات الأكسجين اللي موجودة في الدم وخاصة لخلايا المخ أو الخلايا الأخرى هذا بتأثر في الخلايا. وعشان هيك الأنيميا وإن كانت في عند الناس بعض الناس بيعتبرها أن هي مش مرض وممكن، لكن للأسف لو عرفنا فقط أن الأنيميا ممكن تسبب أمراض في القلب وغيرها وكل الخلايا اللي بالأنسجة والأعضاء اللي بتقل كميه الاكسجين الواصله لها بالتاكيد تتاثر. اذا الانيميا ممكن نعرفوها بصوره بسيطه ان هي لو اكسجين كارين كاباسيتي. في بعض التعريفات الاخرى ممكن نعرفها كذلك بان لو امانت اوف ار بي سي، يعني كذلك الار بي سي الكميه بتاعها بسيطه وبالتالي الكميه اللي حتحملها حتكون من الاكسجين حتكون بسيطه. وبالتالي زي ما شفنا هنا الانيميا بصفه عامه هي لو اكسجين كارين كاباسيتي بسبب ان فيه قل عدد من الار بي سي المتوقع، او للاسف في ار بي سي بس ديسفانكشنال ار بي سي غير فعاله وغير جيده وغير نشطه. وانتم زي ما عارفين هنا دور السبلين في الجسم اللي هو بيعمل كمراقب لكل الار بي سي اللي في الدم، واي ار بي سي بيشوفها السبلين ان هي غير فعاله بيحذفها للكبد، وبعدين الكبد طبعا زي ما انتم عارفين في في البروسيس اللي بيعملها بيحولها وبيبعتها للجال بلادر وبيحولها الى اشياء اخرى ان شاء الله نتكلم عليها لما نتكلموا على الليفر امبورتنت ديزيز. سو لو تشوفوا الهيماتوكريت هنايا
هتلقى ان في طبقه قليله جدا جدا من الاريثروبوسايت من كريات الدم الحمراء على الهيماتوكريت، وبالتالي في الانيميا حيكون عندي لو بي سي في ولو اتش سي في، ويكون الكميه بتاعها دائما اقل من 45% زي ما نشوفه في هذه الشريحه، وان شاء الله حنفهمها اكثر ان شاء الله مع الشرائح القادمه. طيب زي ما قلت لكم في البدايه، كل واحد يكتب قائمه بالاسماء الانيميا اللي هو يعرفها. طبعا انا هنا اختصرت بعض الانواع، ولكن ان شاء الله هنتكلم عليها اكثر في من خلال الشرائح. ولكن لو انت شفتوا هنا عندنا اهم واشهر نوع من الانيميا اللي كل واحد يعرفه طبعا، اللي هو الايرون ديفيشنسي انيميا. طيب اللي عندنا نوع ثاني من الانيميا وهو الهيموريجيك انيميا، وهذا من جاي من اسمه واضح ان في نزيف بسبب ممكن يكون في مشاكل في الدم زي ما قلنا في عمليه البليدنج، او الانسان بياخذ في ادويه تعمل سيوله للدم ومش مراقب الاي ان ار، حتى هي مش مراقبينها، لان زي ما نعرف كنا الاي ان ار هي الوحده اللي بنراقبها او بنتبعها لما يكون الانسان واخذ ادويه سيوله الدم. وبالتالي تجد في بعض الاحيان ان بعض المرضى للاسف الاي ان ار ما يتابعوش في الاي ان ار، وتجد ان الاي ان ار زادت عن معدلها، صارت مثلا فاخ يعني 5 أو 6 أو 7، وهنا المريض بتاعنا بيكون عرضه للبليدنج، او الانسان اصاب في انفه، او الانسان عنده السر او شيء، فبيحصل بليدنج، من هذه البليدنج الانسان بيصاب بانيميا. طيب عندنا النوع الثالث اللي معظمكم تعرفوه وهو الفيتامين بي 12 والفوليك اسيد اللي بنعرفوها ببرنيشيس انيميا، وهذه حنتكلم عليها ان شاء الله بالتفصيل وكيف يحصل وايش المشاكل اللي تحصل الانسان اللي ممكن بالرغم انه ياخذ في فيتامين بي 12 ومهتم بالغذاء بتاعه في الفيتامين بي 12 وتلقاه حريص جدا جدا، لكن مع هذا لو يحلل الدم بتاعه حيلقى عنده برنيشيس انيميا. النوع الاخر اللي حنتكلم عليه ان شاء الله هو جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز، وهنا ان شاء الله في الموضوع هذا حنتطرق الى الموضوع اللي كانت الدكتوره اسماء تتكلم فيه امس، الموضوع الرياكتيف اوكسجين سبيشيز، وكيف سبحان الله انه سبحانه وتعالى خلق لنا هذا الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجين انزيم عشان تحمينا من الرياكتيف اوكسجين سبيشيز اللي تكلمت عليها الدكتوره اسماء امس، وكانت جزاها الله خير محاضره رائعه استفدت منها انا شخصيا، وشفنا كيف ان بسبب هذا الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز ان الله سبحانه وتعالى بتنتج عندنا حاجه، هذه الحاجه هي اللي بتحول الرياكتيف اوكسجين سبيشيز الى اشياء مفيده للجسم بدل ما تكون ضاره وتسبب كثير من الامراض وتعمل دامج في كل الخلايا في الجسم، وكذلك بتسبب الباركنسون ديزيز زي ما قالت الدكتوره اسماء امس، وحنتكلم عليه هذا ان شاء الله بالتفصيل. عندنا نوع اخر من الانيميا وهو له علاقه بان لما كريات الدم الحمراء اللي لها شكل مميز يسموه البايكن كيف شيب ما تستطيعش تحفظ على الاليستيستي او المرونه في هذا الشيب اللي هي تقدر تمر من خلاله في السمول كابيلاري وتحول الى صوره سفيريكال، حتى علاش هي يسموها سفيروسايتوزس وهي بالعاده بتكون جينيتيك بروبلم عشان هيك يسموها هيريديتوري. بعدها بشويه ان شاء الله هنتكلموا على انواع اخرى من الانيميا شائعه وخطيره، والانيميا اللي دائما بتصاحبنا او بتصاحب هذا النوع من الانيميا بعض الالام المبرحه، وحنشوفوها ان شاء الله لما نتكلم على السيكل سيل انيميا، وكيف بعدين على التلاسيميا، والنوع الاخر بيسموه البلاستيك انيميا، وهذا النوع بالذات مهم بالنسبه لنا لانه هو النوع اللي فيه كل من كريات الدم البيضاء وكريات الدم الحمراء والصفائح الدمويه حنشوفوها تتغير وكيف حتسبب مشاكل لدى المريض. إذا واضح الآن، حنعطيكم دقيقة وكل واحد بالله يشوف روحه كم من هذه الأنواع الشائعة. طبعا عندنا أنواع أخرى إن شاء الله حنطرق عليها في 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 المحاضرة أو في الشرائح، لكن كل واحد بالله يعطي لروحه علامة من هذه الأنواع الثمانية كم كل واحد فيكم جاب. إذا كان جبت 5 أنواع من 8 فهذا يبقى ممتاز. طيب إذا ارتبطنا وقلنا في الأول ربطنا الأنيميا وربطناها بالار بي سي، وقلنا هي يا اما تكون في لو نمبر اوف ار بي سي والا ديسفانكشن ار بي سي. طيب الانيميا بصفه عامه تتقسم الى مايكروسيتك وماكروسيتك، وفي منها نورموسيتك. نورموسيتك يعني الار بي سي ما يتغيرش شكلها، لا تصبح صغيره في المايكروسيتك ولا تصبح منتفخه وكبيره في الماكروسيتك، وهذا النوع اللي هو النورموسيتك عاده ما يكون في الناس اللي عندهم امراض مزمنه.
يعني ممكن انت تجد شخص مثلا عنده فشل كلوي ويغسل، ولكن تلقى عنده نورمال سيتيك تايم. هذا مش معناه انه ما عندهاش انيميا، ولكن هذا هو النوع اللي هيكون شائع في الناس اللي عندهم امراض مزمنه. طيب لكن ممكن تكون تاخذ نوع اخر، لكن في الغالب تكون ماكروسيتس. اذا احنا ان شاء الله حنتكلموا على بعض اللاب فايندينجز، ونحاول نشوف احنا كصيادله كيف نفهم هذه اللاب فايندينج، وكيف نحللها لما تجيني نتائج مريض معين، وكيف نعرف حتى العلاج. حتى العلاج لما مريضك يستخدم علاج، مثلا يستخدم ادويه او شيء، كيف اذا تعرف ان الدواء هذا فعال؟ وبالتالي بصراحه لما الطبيب يعطي العلاج، متوقع ان لما يجي المريض الصيدلي انه يكون، لان حتى في العالم المتقدم الصيدلي عنده اكسس من الصيدليه بتاعه على البيشن لاب فايندكس. وبالتالي نتمنى احنا ان شاء الله في المستقبل ان نهتم بهذا الامر، او على الاقل لما يجيك المريض يقول له بالله يجيب معك اخر تحليل. لان انت كيف تعرف ان العلاج اللي ياخذ فيه المريض بتاعك كجرعه وفتره علاج هي مناسبه وهي تمت يعني بنجاح او فشل؟ انك لازم ترجع الى اللاب فايندنج وتشوف كل الاشياء والقراءات اللي حنتكلم عليها اليوم، واللي احنا ان شاء الله حنساعد فيها مع بعضنا ونفهمها ان شاء الله. طيب اذا معنى هذا حنشوفوا بعض الايمجز، وحنشوفوا الباثولوجيكال البلد سيل كيف يحصل فيها ان شاء الله زي ما نشوفه في هذه الشريحه، ولكن حناخذها خطوه خطوه. وارجو ان ما يكونش عندكم ملل من المحاضره، وتستمتعوا بها بقدر ما يمكن ان شاء الله. طيب زي ما قلت لكم، اذا الانيميا قسمناها على اساس ان هي لو او ان هي مايكرو الام سي في على حسب الام سي تي. هذا بيسموه الار بي سي اندايسز، اللي هو كيف احنا نحسب، وحنشوفوا كيف نحسبوها هذه. اذا على حسب الام سي في فايندينج، اذا كان الام سي في فايندينج هذه في المعدل الطبيعي اللي هو النورمال زي ما هي في الحلقه الوسط هذه او في القائمه اللي في النصف هذه، اذا كان هي النورمال بين 80 و99 فهذه الحاله يسموها نورمال، نورمال ام سي في. وزي ما قلت لكم حسب ما شفنا هنا الانيميا في الكرونيك ديزيز عاده بتكون في هذا او تحت هذه القائمه. كذلك عندنا نوع اخر من الانيميا اللي هو الجلوكوز 6 فيت من جلوكوز 6 فيت هيدروجينيز ديفيشنسي. حتى هو في بعض الاحيان الشخص يكون عنده انيميا من هذا النوع، ولكن الام سي في تكون نورمال، وكذلك السفيروسيتوسز كذلك حتكون نورمال. طيب الام سي في هذا معدل مهم جدا جدا، يعني حيساعدك انت تعرف هل الانيميا فيها مايكروسيتوسز او ماكروسيتوسز، هل هي مايكروسيتك ولا ماكروسيتك. اذا كان الام سي في، وحنوريكم بعد شوي كيف تحسبوها، وهي عاده تطلع الان في السلب بتاع المريض لو تشوفه التحاليل حتلقى واحده منهم الام سي في اللي هو المينسل كرباسكولار فوليوم. فلو شفت الام سي في ولقيته اقل من 80 فهذه يسموها مايكروسيتك. اذا كان لقيت الام سي في اكثر من 100 في بعض الاحيان بيستخدموا 90 دكات اوف فاليو 90. اذا كان اقل من 90 في بعض التكست بوك بيقول لك هذه مايكروسيتك، اكثر من 90 بتكون 100. اذا خلينا احنا نعطوا راف افريج بين 80 وال 100 زي ما نشوفه في السلايد هذه. لو كانت مايكروسيتك انيميا فالانيميا تتقسم، هذه كيف يحصل كلاسيفيكيشن للانيميا. يبقى في المايكروسيتك عندنا فقط هي البي 12 ديفيشنسي والفوليك اسيد ديفيشنسي، يبقى حتى عمليه سهل حفظها مش صعب حفظها. وعرفنا ان في النورمال هو اكثر نوع انيميا يكون في الكرونيك ديزيزز. طيب الكرونيك ديزيزز كذا قد تكون نورمال زي ما شفنا هنا، وقد تكون مايكروسيتك. يبقى يعني خلاص فهمنا الان ان في الكرونيك ديزيز بيشن زي الناس اللي عندهم رينال فيلير مثلا او ان اذر كرونيك ديزيزز، فالام سي في ممكن تكون نورمال وممكن تكون مايكروسيتك. جميل الكلام. طيب ايش الاخبار في حاله الايرون ديفيشنسي انيميا اللي هو النوع الشائع العام في حاله الايرون ديفيشنسي انيميا؟ كذلك في عندنا نوع اخر يسموه سيديروبلاستيك انيميا، وفي حاله التالاسيميا. سو هذو الانواع الاربعه اذا شفناهم بيكون الام سي في اقل من 80. خلاص وضحت الامور الان؟ اذا الكلاسيفيكيشن اوف انيميا ممكن تكون تقسيمها على حسب المورفولوجي بتاع الار بي سي، او حسب الكالكوليشن بحاجه يسموها الار بي سي او الام سي في اندايسز، وهي نحسب فيها الام سي في. لو شفنا اول نوع من انواع الانيميا اللي هو الايرون ديفيشنسي انيميا،
خلينا نفهمه بس كيف يصير هو، كيف تحصل العملية. لو انتم تلاحظوا هنا، هذه عندنا الباي كونكيف شيب في الار بي سي. هذا الشيب على فكرة في غاية الأهمية. شو معناه؟ يعني لو تغير الشيب هذا بتاع الار بي سي، ما عادش يقدر الار بي سي تمر خلال الكابلري ويحصلها ستك. ولما يحصل ستك للار بي سي بسبب تغير شكلها، فيحصل ايش؟ الدم يحصل له هيموليسيس. لكن هنا في الايرون ديفيشنسي انيميا، لو نشوفه هنا، طبعا انت في الجي اي تي سيستم انت بتاكل اكل يكون فيري ريتش ان ايرون، او بتاخذ ايرون كسبلمنت. فبعدين هذا الايرون لما يدخل في الار بي سي، عندنا في صبغه مهمه جدا جدا يسموها بروتوبوريفيرين 9. هذه الصبغه بيحصل لها تفاعل مع الايرون، وفي وجود انزيم مهم جدا جدا اسمها فيروكليتاز. سوري، فيروكليتاز مع وجود البروتوبوريفيرين 9 في وجود الايرون، ايش يحصل؟ يحصل يكون لي الهيموجلوبين، او يحصل الهيم، وبعدين الهيم بيكون لي الهيموجلوبين. يعني انت كل ما عندك جود اماونت enough or enough amount of iron، مع ما فيش مشاكل في الفيروكليتاز or protoporphyrin 9، ايش بيحصل؟ you will have very good amount of heme. ولما يكون عندك very good amount of heme، هيحصل عندك very good amount of hemoglobin. now في الانيميك بيشن ايش يحصل؟ للاسف maybe there is less amount of what is this iron. so يبقى انت ما نفش مهتم باكلك، او لاسباب اخرى الدم بتاعك مش قادر يحصل الايرون. هنشوفوها بعد شويه باذن الله. فبالتالي عندك انت لسه amount of iron هنا، عندك لسه amount of iron for any reason as I told you. اهمها you are not taking care of your food، يعني انت مش مهتم باللايف ستايل اوف يور سيلف، اكلك كله جنك فود، مش مهتم بوقت الغذاء، مش مهتم بالكواليتي اوف فود. احنا زي ما نعرفوا ان الفود علشان يكون عنده جود كواليتي، يعني لما تجلس انت على طاوله الاكل وتلقى ما شاء الله زوجتك او بناتك، ما شاء الله ربي يحفظنا ويحفظهم امين يا رب العالمين، مجهزت لك على سفره الاكل انواع مختلفه من الاكل، كيف تعرف ان الاكل هذا صحي ولا لا؟ طبعا زي ما انتم عارفين الاكل اذا يكون صحي اذا احتوى على خمسه الوان، ما عدا الاسود طبعا لا، لأن الأسود معناه فيه احتراق والاحتراق غير صحي. وبالتالي لو اجتمع على صفرة الأكل وشفت أن فوق طاولة الأكل في عندك أكلات لها خمسة ألوان مختلفة، فتأكد أن أكلك صحي طبعا، مع مراعاة الأشياء الأخرى طبعا من ناحية الدهون وإلى آخره. لكن إذا اتفقنا إذا كان الأكل غير صحي، حنجد أن كمية الأيرون في الأكل قليلة، وبالتالي كمية الأيرون اللي حتدخل ار بي سي قليله، وبالتالي الهيموجلوبين حيكون قليل، وبالتالي الشخص حيصاب بالانيميا يسموها، او هذه اللي يسموها الايرون ديفيشنسي انيميا. سو لو تكلمنا على الايرون ديفيشنسي انيميا زي ما شفنا، لو شفنا اللاب فايندينج، لو لقينا ان الفيريتين طبعا حيكون لا، واحنا عارفين ايش معنى الفيريتين. الفيريتين هو المكان، هو الشكل اللي يتخزن عليه الايرون في الجسم، هو الشكل اللي يتخزن عليه الايرون، اور ترانسفيرين حنلقاه عالي. طيب معنى هذا، ولو كانت الانيميا عندك هايبوكروميك او مايكروسيتيك زي ما شفنا، اذا الانيميا بصفه عامه كل انواع الانيميا حنطبق عليها الكلام اللي حنقوله الان. يعني ايش السمتم العامه اللي تطلع على الشخص اللي عنده انيميا؟ طبعا زي ما انتم عارفين اس او بي، ذيس از ذا موست امبورتنت ون، لان ما فيش كميه انف من الاكسجين، وهو في خلل في عمليه التنفس او القدره على التنفس الطبيعي، بيكوز ما فيش كميه كافيه من الاكسجين، الانسان حيشعر بنفسه ديما تاعب، ديما عنده فتيق. وحاجه اخرى مهمه هي عامه في الانيميا، ان الفوليوم اوف ذا بلاد حيزيد، وبالتالي الورك لود اوف يور هارت حيزيد، وبالتالي تجد الشخص عنده انيميا ايش يحصل؟ لو تعدل دقات القلب بتاعه تلقاها بتزيد، تيكي كارديا. فكل ما زادت التيكي كارديا نجد ان كذلك بيحصل ايش؟ الريسبيراتوري ريت حتى هو بيزيد، عشان يحفظ العدد المعدل 1 تو 4 اللي هي النسبه لما يكون جسمك سليم بين اللنج وبين الهارت. Because of also the problem، بسبب كذلك مشكله الكمية الاكسجين اللي ماشيه للمخ تكون قليله، ممكن يحصل ديزنس، وممكن يحصل كذلك ساينكوبيال اتاك، وهو فقدان الوعي البسيط بسبب ايش؟
إن الدم اللي ماشي للمخ مش متغذي تغذية جيدة. إذن هذه هي معظم الأعراض اللي تحصل في معظم الأنواع الأنيميا بلس أور ماينس سامثينج إن شاء الله في الأنواع الأخرى. طيب إيش الأسباب اللي قلنا عليها زي ما تكلمنا بالمرة الأولى؟ قد تكون عندك ألسر ومش منتبه الألسر عندك، وبالتالي تجد نفسك إن مع البراز ديما في دم، ولكن الدم هذا مش فريش، يكون دارك معتم، أو إنك أنت بترجع والأسد بترجع دم، أو درت أنت اندوسكوبي وقالوا لك راهو عندك مشكلة ألسر. الحاجة الأخرى اللي ممكن تحصل لما يكون عندك إيش في النساء بالذات عندها دورة جامدة، وهذه بسبب منوريجيا، وبالتالي معظم أخواتنا وبناتنا ونسائنا المفروض يهتموا بالعملية هذه ويزوروا طبيبة النساء ويشوفوا إيش المشكلة متاع الدورة الغير منتظمة والدورة القوية. أو زي ما قلنا في الناس وخاصة الفيجيتيريان اللي مش مهتمين بأكلهم ويعتبروا أن الأكل بتاعهم صحي لأنه بيأكلوا فقط ما يأكلوش اللحوم مثلا، فهذه بالتحديد قد تصاب بأنك أنت تأخذ في غذاء غير محتوي على كمية كافية من الحديد. سو زي ما قلنا ان بالنسبه للايرون ديفيشنسي انيميا ودر هي زي ما شفنا هنا مايكروسيتك، كيف نحسبها؟ نحسبها عن طريق حساب الام سي في. الام سي في عباره عن الهيماتوكريت اللي هي نسبه 45، بتضرب كميه الهيماتوكريت هذه في 10، بتقسمها على توتال نمبر اوف ار بي سي اللي هي 5 بس بالتريليون، وتضرب المبلغ هذا العام تضربه في 100 حيطلع لك رقم، هذا الرقم المفروض يكون بين 80 وال 100. فزي ما قلنا واليونت اللي نحسبه فيها الام سي في يسموها فيمتو ليتر. فلو لقينا الام سي في اقل من 90 فيمتو ليتر هذه نسميها مايكروسيتك انيميا، ولو لقينا الام سي في اكثر من 90 فيمتو ليتر نسميها وزي ما قلنا زي ما شايفين هنايا نسميها ماكروسيتك انيميا. هذا المورفولوجي وهذا شكل الار بي سي اللي حيكون تحت الميكروسكوب، وزي ما نشوفه هنا في الايرون ديفيشنس انيميا شفتوا الار بي سي كيف شكله باهت وشاحب وواضح ان في مشكله في الار بي سي مش قادره تحمل كميه كافيه من الاكسجين او التغذيه بتاعها غير كافيه. حنمشي للنوع الثاني من الانيميا وهو شائع جدا جدا، ونحاول نفهمه ان شاء الله خطوه خطوه مع بعضنا ان شاء الله. هو اللي بيحصل هو في الفيتامين بي 12 او في الفوليك اسيد ديفيشنسي انيميا. اذا قلنا هذا النوع من الانيميا هو اللي يكون فيه ماكروسيتك. شو معنى ماكروسيتك؟ ان الار بي سي بتنتفخ بيصير عندها بيج سايز زي ما شايفين هنايا. الار بي سي بدل ما كانت باي كونكيف شيب حصل ان بسبب هذه الانيميا حصلت اخذت هذا الشيب بيج سايز صارت كبيره، وبالتالي بيحصلها ستك ان ذا كابيلري. ولما قلنا زي ما قلنا ما دام السكن كابيلري في الاخير حيحصل عندي هيموليسيس، ولما يحصل عندي هيموليسيس معناها خلاص الاكسجين كارين كاباسيتي ضعفت وقلت والمريض حينصاب بهذا النوع من الانيميا. طيب ايش قلنا على الفيتامين بي 12؟ قلنا ان هي ماكروسيتك انيميا. ليش قلنا ماكروسيتك انيميا؟ لان لما حسبنا الام سي في زي ما قلنا انك تاخذ الهيماتوكريت وتضربه في 10 وتقسمه على توتال نمبر اوف ار بي سي 5 في تريليون تضرب في المجموع في 100 حيعطيك رقم اكبر من 90، او في بعض الكتب بتقول اكثر من 100 فيمتو ليتر، وبالتالي هذه بتكون ماكروسيتك انيميا. كيف تحصل الفيتامين بي 12 في الفوليك اسيد ديفيشن؟ طبعا انت بتاكل الاكل بتاعك والاكل يكون فيري ريتش ان فيتامين بي 12 بيدخل للمعده تمام جدا جدا. هذا الفيتامين بي 12 للاسف عشان يمتص الى السيركوليشن، لو فرضنا ان هذا هو البلاد ستريم، عشان يمتص الى هذا السيركوليشن الله سبحانه وتعالى بحكمته وقدرته سبحانه وتعالى خلق لنا في المعدة حاجة اسمها برايتل سيل. هذه البرايتل سيل مهمة جدا جدا، لازم تكون صحية أو سليمة 100%. ليش؟ لأنها تنتج حاجة اسمها جلايكوبروتين اللي هو الانترنسنج فاكتور. زي ما شايفين احنا يبقى أكلنا أكل جيد فيتامين بي 12 ممتاز، ووجدنا الانترنسيك فاكتور البرايتل سيل اعطتنا الانترنسيك فاكتور فحصل اتحدت مع الفيتامين بي 12 وفي هذا صار لها الحمد لله الفيتامين بي 12 صار لها امتصاص للبلد ستريم وبالتالي استفدنا منه. وايش نستفيد من بي 12؟ هذا يهمني الفيتامين بي 12 زي الفوليك اسيد بيهمني في الدي ان اي ماتوريشن اند كوندنسيشن. يبقى without فيتامين بي 12 للاسف الدي ان اي شن هيحصل فيها؟
مشكله، هيحصل فيها ان دي ان ايه مش هيحصل لها ميثيوريشن ومش هيحصل لها كوندنسيشن، وبالتالي يحصل خلل كبير في خلايا الجسم. طيب ايش يحصل الان؟ اذا كان بيكوز اوف ذا اميون سيستم اللي هو الشخص ماليش فيه اي علاقه الله غالب، هذا بيول برديوس سم انتي بوديز. لو افترضنا ان هذه هي الانتي بوديز اللي تكونت بسبب مشكله في الاميون سيستم، اذا كان هذه الانتي بودي دخلت بتعمل ايش؟ بتعمل كانسليشن زي ما تشوفوا هنا، عامله اكس للبرايتن سيل، وبالتالي الانترنسيك فاكتور مش موجود. هذا واحد فاكتور، واحد من العوامل ان بيكوز اوف اميون سيستم يور بودي جسمك هينتج انتي بوديز، هذه الانتي بوديز حتمنع البرايتن سيل من ان هي تنتج انترنسيك فاكتور نمبر 1. عندنا حاجة أخرى مهمة جدا جدا وهي عملية الايجينج. لما يكون عمرك أكثر من 50 سنة للأسف مش حيكون عندك، يبقى المعدة تكون سمول سايز، وبالتالي مش حتقدر تفرز انترنسيك فاكتور. طيب الآن أنت بتاكل أكل فيه فيتامين بي 12 وبالعكس مهتم جدا لأنك أنت عارف أن بدون فيتامين بي 12 حتصاب بحاجة اسمها ماكروسيتيك أنيميا، لكن للأسف because of this autoimmune disease problem or because of aging انت ما عندكش الانترنسيك فاكتور. اذا ايش معناها؟ هل فيتامين بي 12 هيحصل له ابزوربشن؟ للاسف لا. اذا ما فيش ابزوربشن زي ما احنا شايفين هنا اللون الاخضر، حصل ابزوربشن فحصل دي ان اي ماتيوريشن كوندنسيشن. الان بسبب هذا الاميون سيستم or because of aging ما عندكش انترنسيك فاكتور، يبقى هنا في اكس على انترنسيك فاكتور، يبقى ما فيش اتحاد معي بين بي 12، اذا الفوليك اسيد ليفل حينزل في الدم. طالما ينزل فيتامين بي 12 في الدم حتغير الشيب بتاع ار بي سي وتصبح للاسف مش قادره تعطي الفانكشن بتاعها، وبالتالي زي ما شفنا هنا النهايه ايش هي؟ هيموليسيس. ايش نسمي هذا النوع من الانيميا؟ نسميه ماكروسيتيك انيميا، وزي ما قلت لكم هذا هو النوع الوحيد. بالنسبه للفوليك اسيد ذا سيم ايديا، اذا حناخذ الفوليك اسيد، حيدخل الفوليك اسيد ما يحتاج الانترنسيك فاكتور، الفوليك اسيد فقط حيمتص وحيدخل وحيرتفع في الدم وحيساعد الدي ان اي ماتيوريشن كوندنسيشن. يبقى انت لو ما تاكلش اناف فوليك اسيد وما دخلتش سورس الفوليك اسيد حيقل الفوليك اسيد في الدم وبتقل الدي ان اي ماتيوريشن. ان شاء الله تكونوا فهمنا الفيتامين بي 12 وفوليك اسيد ديفيشنسي انيميا. ناو اخر شيء لو سالتكم بنعطيكم دقيقه فقط على العلاج. طيب بليز هيلب مي to suggest the treatment. طيب في حد بيقول لي خلاص انا ناخذ كميه كبيره من الفيتامين بي 12 هل حيفيد؟ طبعا زي ما انتم قلتوا الاجابه لا. طيب ناخذ الفيتامين بي 12 كتابلت هل حيفيد؟ الاجابه again لا، لان مهما اخذت من مصادر الفيتامين بي 12 طالما انت ما عندكش الانترنسيك فاكتور الفيتامين بي 12 will not be absorbed. تمام كده؟ وبالتالي ايش معنى نعمل؟ صحيح، اذا المفروض ناخذ الفيتامين بي 12 كانتراموسكولار انجكشن. كانتراموسكولار انجكشن should be used في هذا الحال. ان شاء الله تكون الصوره وضحت بالنسبه للفيتامين بي 12. هذا الشكل بتاع الار بي سي لما يكون في ديفيشنسي في الفيتامين بي 12، وزي ما شايفين الار بي سي اخرها الار بي سي منتفخه وزايد السايز بتاعها، وهذا ما يوضح لو شفتها تحت الميكروسكوب حتقدر تظبطها على طول ان هي ال ار بي سي از نوت نورمال ار بي سي اور ماكروسيتوسيس از ذير. نجي للنوع الثالث من الانيميا اللي قلنا حنتكلم فيه مع بعضنا اللي هو الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز انزايم ديفيشنسي. هذا النوع مهم جدا جدا، وقد الواحد لما يشوف في السلايد يقول يا ساتر ايش الخريطه هذه، ولكن حنمشي فيها خطوه خطوه، ومتاكد ان كل واحد فيكم باذن الله حيطلع خبير اكثر مني فيها بعد ما ننهي الشرح على هذا النوع من الـ من الـ من الانيمي. طيب قبل ما نبدا لو شفنا هذه هي الار بي سي محافظه على البايو كونكيف شيب بتاعها، وكنا اتفقنا ان هذه الخليه مهمه جدا جدا يكون شكلها بهذا الشكل اللي هي الار بي سي، لكن للاسف الار بي سي مش ممكن ان هي تقوم بعمليه الايروبيك سيلولر ريسبيريشن. يعني هذه النقطه اللي بيكون حطها في راسكم ان الايروبيك سيلولر ريسبيريشن ما يتمش في الار بي سي. اذا ايش تعمل هنا الجلوكوز هذا؟ ايش يعمل الجلوكوز هذا؟ فقط يقدر يعمل
جلايكولايسس. تمام شكرا. ايش معنى جلايكولايسس؟ زي شفنا لو هذا المولكيول بتاع الجلوكوز زي ما هو شايفين، او اسف، لو هذا المولكيول بتاع الجلوكوز هيحصل له يتحول الى بايروفيت كلاكتيك اسيد، وبيتحول عن طريق الريبوز 5 بنتوز باتوي وبيكون الار اي الار 5 بي. نعيد، الخليه بتاع الار بي سي مش ممكن تقوم بعمليه ايروبيك سيلولر ريسبيريشن، ولكن فقط تقدر تحول الجلوكوز وتكون جلوكولايسيس. شو معنى جلوكولايسيس؟ ان الجلوكوز بيتحول الى بايروفيت وار 5 بي. هل هذا واضح؟ اذا واضح هنا ان هي بتحول عن طريق البنتوز فوسفيت بات واي انتو ميك ريبوز 5 فوسفيت، ريبوز 5 فوسفيت. كيف يتم العمليه هذه باختصار؟ طيب عندنا مولكيول اوف جلوكوز واضح بيتحول الى حاجه اسمها 6 فوسفو جلوكا لاكتون، جلوكانولاكتون، وبعدين هذا 6 فوسفو جلوكانولاكتون بيتحول الى ريبوز 5 فوسفيت. العمليه هذه ما تتمش الا سبحانه وتعالى خلق لنا هذا الجلوكوز 6 فوسفيت دهيدروجين. يبقى لو تشوفوا هنا الجلوكوز 6 فوسفيت دهيدروجينيز انزل واستطاع يحول الجلوكوز 6 فوسفيت دهيدروجينيز، هو المهم الان. شفتوا حتى ان حاطه هنا في دائره خضراء هيك او في شكل اخضر، يبين لكم ان هذا هو المهم. لما نزل قدر يحول العمليه هذه من الجلوكوز الى ريبوز 5 فوسفيت. العمليه هذه في غايه الاهميه في جسم الانسان، ليش؟ لان في اثناء تحويل الجلوكوز 6 فوسفيت دهيدروجينيز الجلوكوز الى 6 فوسفو جلوكولاكتون اند ار 5 بي، في عندنا حاجه اسمها ال NADP. ال NADP اللي تكلمتكم عليها الدكتوره اسماء امس في محاضرتها بارك الله فيها، وحنشوفوها اليوم ليش مهمه في الجسم. ال NADP عن طريق الجلوكوز 6 فوسفيت دهيدروجينيز اثناء عمليه تحويل الجلوكوز الى ريبوز 5 فوسفيت بتتحول الى NADPH. وكذلك هنا في الجهه الاخرى ال NADP بتحول الى NDPH. لاحظوا ال H هنا، للاسف مره ثانيه، اذا لاحظوا ال H هنا ولاحظوا ال H هنا. What is important of the البروتون اللي موجود هنا والبروتون اللي موجود هنا؟ يبقى هذا ال NDP ما تحولش الى NDPH اللي احنا ننبيها، وهنا في الجهه الاخرى ال NADP ما تحولش الى ال NDPH الا عن طريق الا في وجود الجلوكوز 6 فوسفيت دهيدروجينيز. Now just imagine انك انت you born with deficiency in this enzyme. تخيلت الصورة الآن؟ تمام، لكن حنجوها بعد شوية. طيب ليش مهم هذا؟ زي ما قلت لكم الدكتورة أسماء في حضرتها أمس وأنا عجبتني جدا جدا، تكلمتكم على حاجة اسمها رياكتيف أوكسجين سبيشيز، وقلت لكم إن هذا it will cause damage to your body. Again تكلمت عليها في المحاضرة متاعها وما يخصها هي بخصوص الباركنسون ديزيز، لأن الرياكتيف أوكسجين سبيشيز هذه بتكون عايمة في الدم ومشكلة كبيرة، زي السوبر أوكسايد أناين، الهيدروكسيد فري راديكال، الهيبوكلوريك اسيد، الهيدروكسي بيروكسيد، كل هذه بتسبب كفري راديكال ايش بتسبب؟ دامج تو اول ديفرنت ستاف ان اور بودي، ومنها بنضيف لها هنايا الباركنسون ديزيز اللي تكلمت عليه الدكتوره امس باستفاضه. طيب لو شفنا الله سبحانه وتعالى خلق لينا في جسمنا او في الدم بتاعنا حاجه اسمها جلوتاثيون. طيب هذا الستراكشر اوف جلوتاثيون ومرتبط مع بعض باي داي سلفايد هيدروجين زي ما شايفين، وهذا موجود في ريديوسد فورم. موجود وين؟ في ريديوسد فورم. طالما موجود في ريديوسد فورم هذا البروتون دونيت البروتين بتاعه، لو ما كانش لما يعطي دونيشن للبروتون بتاعه ايش يحصل؟ بيحصل ان الجلوتاثيون بيتحول الى هذا الجلوتاثيون. مهم جدا جدا، حتى مهم انك تتاكد انك انت عندك نسبه كافيه في دمك من الجلوتاثيون، من الجلوتاثيون، حتى ان بعض السبلمنت في الصيدليه موجوده كجلوتاثيون كتابلت. وبالتالي ايش يحصل؟ لو هو دونيت البروتون بتاعه ايش يحصل؟ يحصل ان
الشكل بتاع البروتيون يصلي يصبح بهذا الشكل، ما فيش يعني هيدروجين. وبالتالي عشان هذا الشكل، عشان هذا الشكل اللي هو الاكسيدايزد فورم، الجلوتاتيون هيحمينا من هذه الرياكتيف اوكسجين سبيشيز، لكن للاسف هيتحول الى هذا الشكل اللي هو الاكسيد من ريديوسد فورم الى اوكسيدايزد فورم. طيب ايش اللي يحول هذا ويرجع الى جلوتاتيون؟ اها نرجع للاتش، هذه بتاع الان دي بي اتش. يبقى سبحان الله هذه المعادله تعطينا الان دي بي اتش، عشان نحول الان دي بي اتش، هذه الاتش اللي في الموجوده في الان دي بي اتش، ونرجعها الى ان دي بي مره اخرى في الجسم عشان تحول الى جلوتاتيون مره اخرى، وهذا الجلوتاتيون يحمينا من الرياكتيف اوكسجين سبيسز. طيب اذا كان انت عندك جلوكوز 6 فوسفيت دايهيدروجين ديفيشنس كيف تعرفه؟ عندنا تيست، لان لو ما عندناش جلوتاثيون ايش يحصل؟ تصبح الار بي سي عندك، وهذا الجلوتاثيون يغطي الار بي سي في الـ في الـ في الـ في الـ في, في البلد، بيغطي الار بي سي، بحيث لو كان في عندك انت، لو في عندك رياكتيف اوكسجين سبيسيز ما تقدرش تاكتف الار بي سي. لكن لو فرضنا ان ما فيش هذا الان دي بي اتش اللي بيحول الاوكسيدايزد فورم اوف جلوتاثيون مره اخرى الى جلوتاثيون، ايش بيحصل؟ معناه انت ما عندكش جلوتاثيون، الار بي سي بتاعك متعرضه لما تمر في الدم لو في اني رياكتيف اوكسجين سبيشن حيحطمها ويحصل هيماليسيس. شفتوا؟ في النهايه حيحصل هيماليسيس لو ما عنديش هذه العمليه، لو ما عنديش عمليه الاوكسيدايزد فورم بتاع الجلوتاثيون ويرجع الى نورم جلوتاثيون ويحميني الار بي سي، للاسف حيحصل عندي هيماليسيس. كيف نعرف ان عندي جلوكوز 6 فوسفيت دايهيدروجين ديفيشنسي؟ يبقى قبل ما نمشي المعلومه هذه، لو كان عندك ديفيشنسي في جلوكوز 6 فوسفيت دايهيدروجين ايز، انا مداير سهم الى تحت شفتوا، يعني لا قدر الله يو بورن ويز اوت ذس جلوكوز 6 فوسفيت دايهيدروجين ايز، او حصل شيء معين في جسمك خلى الجلوكوز 6 فوسفيت دايهيدروجين ايز قل او قليل، ايش معناه؟ هل حيتحول ان اي في بي الى ان دي بي اتش في هذه الجهه وفي هذه الجهه؟ لا. اذا ما عندكش انت ان دي بي اتش، يبقى معناها لما الجلوتاثيون يتحول الى اوكسيدايزد فورم، هل عندك انت الان دي بي اتش عشان يحول الاوكسيدايزد فورم الى ريديوسد فورم اجين؟ لا. وبالتالي حيحصل عندك الهيماليسيس، وهذا النوع من الانيميا مهم جدا وفيري انترستنج، واللي الانسان لما يفهمه يحس باهميته جدا جدا، ويحمد الله سبحانه وتعالى على حسن خلقه. وبالتالي هنا اخر شيء نتكلم عليه، كيف تعرف ان انت عندك مشكله في الجلوكوز 6 فوسفيت دايهيدروجين انيميا ديفيشنسي انيميا؟ بنستخدم تيست نسميه هاينز بوديز. هاينز بوديز، كيف تعرف الهاينز بوديز تاخذ هذا الشكل؟ حتى يسموها هاينز بوديز، او الخليه بتشوفها كانها عضه نفسها. شفت هنا لو تلاحظ الخلايا، شوفها سبحان الله كانها فيها عضه نفسها الخليه، شفتوا عشان هيك يسموها بايت سيلز. يبقى شفت الخليه كيف عضه نفسها، او جزء منها مقطوع عشان تبين الهاينز بودي، واللي معناها ان الانسان عنده جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز. نخش على النوع الاخر من الانيميا، وهو اللي قلت لكم عنه انه هو عباره عن جينيتيك كونديشن، وبيكون عاده بسبب اوف ميوتيشن، ونسميه هيريديتوري سفيريسايتوسيس. ومن الاسم واضح ان الخليه زي ما قلت لكم الار بي سي بدل ما هي محافظه على هذا الشكل البايكون كيف شايب، ها ايش يحصل؟ طبعا لو انتم شفتوا هذا البلازما ممبرين، خلينا نشوفه بس شن فيه هنا في الار بي سي. في عندنا هذه بلازما ممبرين وفيها طبعا الواي بي جرين بروتين، هذا اللي تشوف فيهم الواي بي بروتين جرين بروتين، هم نوعين ومهمين، الى جانب طبعا الجلوكو بروتين باندس، خلينا منهم الجلوتين باندس هذه. لكن لو شفنا هنا عندنا تو امبورتنت واي بي جرين بروتين، نمبر 1 يسموه الانكرين، ذيس از امبورتنت تو بروتين انكرين، والكريد الاخر الخط الاخر يسموه سبكترين. يبقى بالله يركزوا معي ان عندنا تو امبورتنت بروتينز، واحد يسميه الانكرين وواحد يسميه السبكترين، هذا موجودين في البلازما ممبرين بتاع الار بي سي. لكن because of genetic condition or mutation ايش يحصل؟ او because of deficiency، ما في بعض الاحيان يكون في يا اما deficiency يا اما mutation، شفت هنا؟ يبقى maybe deficiency or mutation، السيل ممبرين للاسف ما عادش يقدر يحافظ على المرونه، وبالتالي
بيحصل انه بيتغير البايكون كيف شيب ويتحول الى سفيريكال شيب. لو هذا لو فرضنا ان هذا الشكل النهائي بتاع الار بي سي بسبب الجينيتك كونديشن اور ميوتيشن اور ديفيشنسي في التو خيوط البروتين الانكرين اور سبكترين. يبقى ليش تحول هذا الشكل؟ نرجع مره ثانيه نقول تغير الشكل من البايكون كيف البايكون كيف شيب الى سفيريكال شيب بسبب انه يا اما في نقص يا اما في ميوتيشن حصل في هذا البروتين يا اما الانكرين يا اما سبكترين. الان لو فرضنا ان هذا سبلين، هذا هو سبلين وهذا البلد سبلاي للسبلين. طيب لما جي الار بي سي ماشيه في هذا عشان تدخل سبلين ايش حيحصل لها؟ الار بي سي تو جيت ستاك، تحصل في سينوسايدال كابيلاريز. وبالتالي ايش يحصل لو سالت شخص هنا؟ معلش نعطيكم 10 ثواني كل واحد يحاول يكتب ايش يتوقع انه يشوف او يحصل للمريض هذا الى جانب الاعراض الانيميا الاخرى. اكيد شفتوها. اذا هنا حيحصل انتفاخ في السبلين ونسميه سبلين ميغالي. وبالتالي لما يحصل هذا السبلين ميغالي للاسف الدم حيحصل له هيماليسز. ولما شفنا في كل انواع الانيميا المشكله الكبيره لما يحصل هيماليسز، وبالتالي لما يحصل البلد الهيماليسز حتى الليفر بتاعك معناها حتستلم بلد اوريدي صاير له هيماليسز. فايش حيحصل؟ حد يقول لي لو الكبد استلمت دم هو اوريدي صاير له هيماليسز ايش حيحصل؟ ايش حنشوف عند المريض؟ يس ثانك يو فيري ماتش. اذا كان في حد قال حيحصل جاندس هذا كلام صحيح، لان لو تاخذنا موضوع الجاندس ان شاء الله مع بعضنا في محاضره اخرى حنعرف ان احد انواع الجاندس هو الهيماليسيس جاندس اللي معناها الكبد يستلم دم اوريدي حصل له هيماليسيس، وبالتالي البايلوروبين بيحصل له كميه كبيره في الكبد وللاسف الاكستراكشن كاباسيتي بتكون مش كافيه، وبالتالي يحصل بايلوروبين بيحصل الجاندس واللي بيحصل فيه تغير اصفرار في لون العينين واصفرار في الجلد، وبالتالي وخاصه عند الاطفال يحتاج الى علاج سريع واخذ المستشفى وتعريض البيبي الى الاشعه فوق البنفسجيه. ولان لو خلينا الهاي بايلوروبين في البيبي شنو حيحصل؟ وهذه مشكله كبيره بصراحه عند بعض امهاتنا بعد الولاده. هو بعد الولاده اكيد الطفل حيكون عنده شويه اصفرار وحيكون عنده شويه جاندس، لكن احنا متوقعين ان هذا يكون فيسيولوجي ومفروض يختفي بعد اقل في حدود 48 ساعه. لكن للاسف بعض امهاتنا تجد ان ولدها او بنتها فيها اصفرار في عيونها وفيها اصفرار في جلدها، لكن تجيها جارتها ولا اختها تقول لا لا ما فيش داعي تاخذيه للمستشفى، وتو بعد اسبوع تتنحى وغطيه ببطانيه حمراء وغطيه واعطيه مش عارف ايش. لكن للاسف اخواتي اولياء الامور اذا حصل هذا مع ابنكم ولا بنتكم ارجو اخذ العين بسرعه للمستشفى، لان للاسف اذا كان ما عالجناش هذه المشكله المريض حيحصل له كارناكترس ديزيز. وكلكم عارفين المشكله اللي ممكن نحصل للمريض اللي عنده كارناكترس ديزيز اللي هو مش موضوعنا اليوم، لكن فقط خذت على بالي بخصوص الهيماليسيز اللي صار للدم. ارجو ان تكون الان سفيروسايتوزيس واضحه للجميع وايش الاعراض بتاعها وايش مشاكلها وليش تحصل واضحة بإذن الله. لو في أي تساؤلات بعدها قد نعمل حلقة للرد على التساؤلات بإذن الله. طيب عندنا نوع آخر من الأنيميا اللي هو سيديروبلاستيك أنيميا، وهذه أجين هي عبارة عن abnormality في الهيمو برودكشن. تتذكروا لما تكلمنا على الايرون ديفيشنسي أنيميا وكيف البروتوبيرفيرين 9 كيف اتحد مع الايرون وكون الهيم. للأسف هنا بهذه المشكلة بسبب في مشكلة في البرودكشن ان بوريفيرين باثوي بتحصل هذه المشكلة. وهذه المشكلة بالأنيميا قد تحصل بسبب تسمم من الرصاص زي ما انتم شايفين على الصورة. يعني الشخص لو عنده تسمم من الرصاص حيحصل فيه انهيبيشن للإنزيم اللي هو الفيريكاليتاز. تتذكروا لما قلت لكم في الايرون ديفيشنسي أنيميا ان عندي إنزيم اسمه فيريكاليتاز هو اللي بيتدخل وبيجمع وبيجمع اللون او البروتوبيرفيرين 9 مع الايرون اللي تواخده في الغذاء بتاعك في البلود ستريم وبيحوله الى هيم. طيب وكذلك قد تحصل في المريض يستخدم في الايسونايزايد وحصل مشكله في الفيتامين بي 6 وبالتالي كذلك بتاثر في العمليه. لو لاحظتوا هنايا المفروض الايرون يدخل
ويتحد مع البروتوبيريفيرين، لكن للاسف صار في بلوك في البروتوبيريفيرين لاين، وكذلك الفيروكاليتيز. فهل الايرون حيتحول الى هيم؟ الانسر طبعا لا، وبدل ما فيش هيم اذا ما فيش هيموجلوبين. فايش يحصل؟ حد يقدر يتوقع ايش حيحصل في الايرون في الميتوكوندريال سيل هير؟ ايش حيحصل في الايرون؟ تمام، زي ما قلت انتم شفتوا الايرون حصل لها تكديس، وبالتالي حتشوف في الار بي سي تحت الميكروسكوب في هنا بلو ستينز، فتحصل هذا ايش بيبين؟ يبين ان في كثير ايرون، في كثير ايرون. ايش يبقى معناه؟ لو شفنا احنا اللاب بتاع الشخص هذا او اللاب ريزلت، شو حتجده في الايرون؟ الايرون تحت ولا فوق؟ طبعا بالتاكيد فوق ايرون. وكذلك الفيريتين ما دام عنده تو ماتش ايرون معناها الايرون كذلك فوق. طيب ماذا عن التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي؟ توتال ايرون بايندينج كاباسيتي ليش تحت؟ حد يقدر يجاوبني؟ عشان نفهم الموضوع بتاع التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي، هو عباره عشان تجاوب التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي اسال نفسك، هل جسمك يحتاج الى ايرون؟ لو الشخص عنده الايرون عالي والفيريتين عالي، وسالت نفسي السؤال عشان نجاوب التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي كيف تكون، فوق ولا تحت؟ قلت لك اسال نفسك هل بهذه النتائج بتاع الايرون والفيريتين جسمك محتاج الى ايرون؟ طبعا هتقول لي لا. اذا كان لا، التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي تكون تحت. شو معناها؟ معناها ان جسمك مشبع من الايرون ومش طالب منك تاخذ ايرون، وهذه اهميه التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي. ارجو تكون فهمت ممكن ان شاء الله وبسيط. ننتقل الى نوع اخر من الانيميا اللي هو البلاستيك انيميا. البلاستيك انيميا، طيب طبعا هذا النوع من الانيميا 65% منه بيكون اديوباتيك، وبتكون باسباب ادويه بتسبب البلاستيك انيميا زي الكلورامفينيكول، زي البنزين، زي السيبتومايسين. في بعض الاحيان بيكون فيروس، في بعض الاحيان بيكون راديشن، وبعض الاحيان بيكون بسبب ديستراكشن اوف ذا بون مارو، وبعض الاحيان بيكون ديستراكشن اوف بون مارو بيكوز اوف ميني اذر ديزيز. اوكي، ايش يحصل اذا؟ عندنا حاجه يسموها هيموسايتوبلاست. هيموسايتوبلاست، هذا الهيموسايتوبلاست لو شفته، وبالتالي الهيموسايتوبلاست to be converted into two important things، ال MSC وال LSC اللي هو الميلويد ستيم سيل والليمفويد ستيم سيل. طيب ايش يحصل في حاله البلاستيك انيميا؟ لما تتحول ال HCB الى ال MSC وال LSC، للاسف هذا حيحصل فيه، هذا النوع اللي قلت لكم فيه انه بيحصل تغيير في البليتلت. شفتوا كيف السهم نازل تحت؟ يبقى البليتلت تتغير بتنقص، ال WBC بينقص، والار بي سي بتنقص. فلما تنقص الار بي سي ايش بيحصل؟ ثانك يو، انيميا. ولما تحصل دبليو بي سي ايش نسموها؟ ليكوبينيا. ولما تحصل نقص في البليتلت نسموها ترومبوسايتوبينيا. اذا حصلت الثلاثه في البلاستيك انيميا، وعاده ما حتحصل الثلاثه هذه الاشياء، تكون عندي بانسايتوبينيا. صار هنا البانسايتوبينيا وير از فيري كومن في البلاستيك انيميا، وليس منها بانسايتوبينيا لان بيحصل انيميا بيكوز اوف ار بي سي ديكريز، بيحصل ليكوبينيا because of WBC decrease، وبيحصل thrombocytopenia because of the platelet decrease. وبالتالي حتلاحظ ان بسبب نقص ال WBC هيحصل infection، وبسبب نقص ال RBC هيحصل anemia، وبسبب نقص ال platelet هيحصل عندي bruises و bleeding. بيحصل عندي bruising يعني و bleeding. تمام هيك؟ تمام. هذه هي ما يعرف بالبلاستيك انيميا. شنو المفروض نعرف عن البلاستيك انيميا؟ ان هي فعاده تكون اديوباتيك، وميل الادويه هي اللي حتسببها، وخذينا عده اكزامبل من الادويه، وبيحصل فيها ان ال HCB بتحول الى MSC و LSC. يحصل فيها ايش؟ نقص في ال RBC وال WBC وال platelet، وبالتالي ممكن يحصل bleeding، ممكن يحصل infection، وممكن يحصل انيميا، وهذا هو النوع المهم في البلاستيك انيميا. طيب لو اخذنا الانيميا في الكرونيك ديزيز، وهذا عاده هذا ما يسمى بالكرونيك انفلاماتوري بروسس، يعني حصل انفلاميشن. طيب
اذا كان انفلاميشن وانفلاماتوري بروسس حصلت في كرونيك ديزيزز، للاسف الجسم مش قادر يميز هذا الانفلاميشن بسبب انجكشن ولا بسبب انفلاماتوري فاكتور، وبالتالي في جسمنا حيكون عندنا حاجه اسمها هيبسيدين. حيصير عندنا في جسم حاجه اسمها هيبسيدين، اذا وجدت الهيبسيدين حنجد ان في decrease في الايرون جات ابسوربشن وانكريز في الايرون ستورج. طيب على حسب هذه الفكره because of هيبسيدين، لو شفنا اللاب شنو حنلقى؟ حنلقى because of the iron absorption بقل، اذا الايرون خيره بقل، ولكن increase الايرون ستورج يبقى الفيريتين بيزيد. يبقى واضح الان ان ايرون قل، في نقص في الايرون، ولكن الفيريتين ماله عالي. طيب التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي، الان بما ان عندك الفيريتين عالي انت جدا، ايرون ستورج زاد بالرغم من الايرون في ديفيشنسي، لكن لان الستورج عالي جدا جدا، فلما تسال جسمك سؤال او تسال نفسك سؤال، هل الجسم يحتاج انه ياخذ ايرون؟ هو اوريدي في الستورج عنده كميات هائله، وبالتالي بالتاكيد حتجاوب نفسك لا، وبالتالي حنشوفه هنا. اذا اصبح سهل علينا الان ان نفهم معنى التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي. الكرونيك ديزيزز ممكن تكون اوتو اميون ديزيز، ممكن تكون روماتولوجيكال ديزيز، وممكن زي ما قلت لكم في الناس اللي عندهم كيدني ديزيز، زي ما في الناس اللي عندهم رينال فيلير وخاشين في الدياليسز. ارجو منكم الدعاء لهم، وانا واحد منهم ان شاء الله، ان ربنا يشفينا في القريب العاجل يا الله، اللهم امين. طيب نخش لنوع اخر من الانيميا، زي ما انتم شايفين هنا وليه علاقه بالهيموجلوبينوريا، البي ان اتش يسموها، هو يسموه الباروكسيمال نوكتورنال بي ان اتش. وهنا بيكون في مشكلة في الجين، أي نوع من الجين زي ما احنا شايفين الجين بيكون في بيجا جين، بيجا جين. طيب البيجا جين شو بيسبب؟ نقص في السي دي 55 والسي دي 59 زي ما احنا شايفين هنايا. طالما انت عندك سي دي 55 والسي دي 59 ايش معناها؟ حيحصل مشكله في السي 3 كونفرتيز وتحول في الاخير بسبب اللايسنس تو سيل. عشان نفهمها اكثر خلينا نشوف هنا شنو يحصل. اذا وين ذير از بيجا جين بروبلم، يحصل في ديفيشنسي في السي دي، لانها بتكون على الممبرين بتاع الار بي سي موجوده، سي دي 55 وسي دي 59. لو كان فيهم ديفيشنسي اذا ما فيش هذا البروتكشن، فايش معناها؟ سي 3 كونفرتيز حيمشي خلال ديفرنت بروسيس وحيسبب hemolysis of the RBC. إذا الـ PNH، الـ PNH anemia له علاقة بإيش؟ بالبيجا جين. إذا كان في deficiency، defect في البيجا جين، حيحصل عندك نقص في الـ CD55 والـ CD59. إذا كان فيهم deficiency حنحصل، هذه البروسيس حتاخذ طريقة وحيعمل lysis of cell. في اللي قبلها، لأن في C59 و C59 فما حصلش lysis إيش؟ لايسس تو سيل، ما حصلش هيمو ديال هيموليسيس، ما حصلش هيمو هيموليسيس، لكن هنايا حصل لو شفتوا كيف الار بي سي تكسرت واصبح معرضه للهيموليسيس. سو زي ما قلنا هذه بتسبب فيها بنسيتيبينيا، وهنا بنستخدم الكامبوسيس بيكون نيجاتيف وبيحصل فيها مشكله كبيره. الانادر او ذا لاست تو تايبز اوف انيميا حنتكلم عليهم بسرعه، اللي هو التالاسيميا. التالاسيميا وهي ابنورماليتي في الهيموجلوبين برودكشن. زي ما احنا عارفين لو شفنا الهيموجلوبين ستراكشر حنلقوا فيه في 4 الفا و 4 بيتا جينز. يبقى عندنا 4 الفا و 2 بيتا. مهم ان نعرف اذا كان الفا او بيتا، لان التالاسيميا تتسمى على حسب المشكله في الجينز. إذا كان ألفا المشكلة في الفور ألفا بنسميها ألفا تالاسيميا، إذا كان المشكلة في البيتا نسميها بيتا تالاسيميا. خلاص يبقى مهمة جدا تعرف قداش في عندك ألفا وقداش عندك بيتا، لأن حسب الديليشن اللي يصير، حسب الديليشن اللي يصير في ألفا، احنا قلنا عندنا أربعة ألفا صح؟ لو حصل 1 ديليشن من الأربعة ألفا، يعني واحدة فقط هي اللي صار لها ديليشن، هذه تكون تسخش عندها التلاسيميا لكن اسمبتوماتيك، ما يكونش وضع عليه أي مشكلة. تمام هيك؟ إذا كان حصل 2 ديليشن في الـ 4 ألفا تلاسيميا، هذه بتسبب مايلد أنيميا. إذا كان صار
ثلاثة من أربعة الألفا صار ليه ديليشن، هذه بتكون سيفير أنيميا. لو الألفا الأربعة ألفا صار ليه ديليشن في الألفا تالاسيميا، هذه بتكون خطيرة جدا جدا وبتكون قاتلة. طيب بالنسبة للبيتا تالاسيميا، لأن عندنا 2 بيتا، يما يحصل فيها 1 يما يحصل فيها 2. إذا كان حصل فيها 1 ديليشن بنسميها ماينور أو أسيمبتوماتيك، ولكن إذا كان 2 المشكلة بيحصل إيش؟ بنسميها ميجر بيتا تالاسيميا. أوكي؟ يعتمد كذلك على هل هو سيس ديليشن ولا ترانس. هل الديليشن صار من جهة واحدة اللي هو سيس أو من جهتين مختلفات؟ اللي عادة بيقولوا ان السس اللي هم من جهة واحدة بيحصل في الاشيان بيبول، والترانس ديليشن يحصل في الافريكان بيبول. النوع الاخر من الانيميا واللي بالتاكيد كلكم تسمعوا عليه، وهذا النوع من الانيميا للاسف يصاحبه كثير من الاشياء، منها مشكلة الهايبوكسيا، ومشكلة الهايبوكسيا تحصل في معظم الناس اللي عندهم انيميا، ولكن بيكون مصاحب بألم بألم. لو تلاحظوا ان الشيب متاع الار بي سي كيف اصبح سيكل سيل انيميا، تاخذ هذا الشيب، والمشكلة في هذا الشيب شوفوا كيف كان بايكون كيف شيب ار بي سي، وتحولت بعد ما حصل البوليمرايزيشن، وهذا البوليمرايزيشن شن سببه؟ بعد ما يحصل بوليمرايزيشن في الار بي سي تتجمع مع بعضها وتتكدس وتاخذ هذا الشيب زي ما شفتوا سيكل سيل انيميا. وبالتالي لما هذا الشيب يمر في خلال الار بي سي، فيمر خلال الكابيلاري، للاسف مش هيقدر يمشي ومش هيقدر يمر، وبتزيد معاه مشكله كبيره. اذا ايش حصل عندي؟ لو نشوفوا احنا هنا في عندنا هذا البروتين وهذا البروتين الاخر، ايش يحصل في السيكل سيل انيميا؟ لو تشوفوا هنا في عندنا جلوتاميك اسيد 7 1 2 3 4 6 7 بروتين جلوتاميك اسيد، وهذا بيكون عاده هيدروفيلك اور بولر امينو اسيد، بسبب ميوتيشن بروبلم، بسبب الميوتيشن هذا الجلوتاميك بيتحول الى فالين، وهذا هيدروفوبيك امينو اسيد، وبالتالي لما يتحول الى فالين للاسف بيحصل له زي ما قلت لكم بيتحد مع بعضه وبيرتبط مع بعضه، بيحصل له بوليمرايزيشن، ولما يحصل بوليمرايزيشن في الار بي سي للاسف تاخذ هذا الشكل اللي هو السيكل سيل انيميا. اذا واضح هذا اللي حصل because of what الجلوتاميك اسيد تحول الى فالين because of less oxygen carrying capacity. وبالتالي لو لاحظتوا ان المشكله الكبيره هنا هي الاكسجين، وبالتالي لو انا اعطيت المريض هذا الاكسجين شحن هيحصل عندي هذا الشيب، هيرجع الى هذا الشيب. شفتوا السهم هذا عنده راسين، يعني هاي يسموها سيكلينج. سيكلينج سو ايش نعني بكلمه سيكلينج؟ ان الار بي سي بسبب نقص في الاكسجين هتحول الى سيكل سيل انيميا. السيكل سيل انيميا شيب هيتحول الى بعد طريق السيكلينج. لو اعطيت انت اكسجين للمريض بتاعك، عشان هيك مهم لازم نستخدمه البلس اوكسيميتر عشان نقيس في مستوى او ساتوريشن اوف بلاد اوكسجين عند المريض. زي ما تشوفوا في الممرضه بتحط عندك في صبعك البلس اوكسيميتر وبتقيس نسبه الاكسجين عندك، وبالتالي لو حنلقوا ان الاكسجين هي ناقصه المفروض هذا الاكسجين يعطي تعطيه اوكسجين، وبالتالي ممكن السيكل سيل انيميا ترجع لمكانها. سو زي ما قلنا السيكل سيل انيميا هي عباره عن كونجنيتال هيموليتيك انيميا، عندها كثير ساين، وزي ما قلت لكم بتشتهر بايش؟ بسيفير بين. وكذلك لان هي هيماليسيس هيحصل عندي الجوندس، والجوندس ممكن نتكلم عليه ان شاء الله في الموضوع لما نتكلموا على الليفر ديزيز. يبقى كيف نعمل بريفنشن؟ اهم شيء يحصل لها هيدريشن اند اوكسجينيشن، اند اوكسجينيشن لانه حيفيدنا في عمليه شنو؟ السيكلينج. جزاك الله خير. كذلك ما ننساش ان في بعض الاحيان نحتاج الى بين ميديكيشن، لان في بين يبقى لازم نعطي بين ميديكيشن، ولازم نعطي في بعض الاحيان نحتاج الى اعطاء بلاد ترانسفيوجن زي ما في حاله التلاسيميا اللي احنا ما قلناهاش، لكن بالتاكيد عارفين ان في التلاسيميا مشكله العلاج او ممكن حنجاوب شويه اللي هي كلها عباره عن بلاد ترانسفيوجن. والبلاد ترانسفيوجن عنده مشاكل اخرى حتى هو معاه اكيد كنتم تعرفوها، وهي عملية تكدس الحديد في الجسم. طيب زي ما قلنا إذا في السيكل سيل أنيميا البلد سيل بيحصلها بتولي ستيكي، وبالتالي يبقى صعب مرورها خلال الأوعية الدموية، وبالتالي لما يحصلها ستاك بتجمع مع بعضها، وبالتالي بتمنع مرور الدم، وزي ما احنا عارفين توقف الدم والبلوك بتاع سريان الدم هذا بيسبب ألم، بيسبب حتى السيكل سيل كرايسيس. وقلنا زي ما قلنا انه هي حتسبب انيميا، وبالتالي بيقل الشخص عنده بيكون بيل وفتيق، وزي ما قلنا اس او بي بتكون فيري كومن،
وبعدين بقل كمية قدرة الدم أو الار بي سي على حمل الأكسجين. للأسف لأن جسمك ما يحتويش على كمية كافية من الأكسجين، أو الأعضاء أو الخلايا في جسمك ما تتغذاش بكمية كافية، وخاصة في الأطفال، فهذا المشكلة بتسبب إيش؟ الأطفال مش قادرين يحصلوا النمو أو تتابع النمو اللي المفروض يحصل عندهم في هذه الأعمار. قد تحصل طبعا زي ما احنا عارفين كثير من الكابيلاريز ولاك اوف اوكسجين اللي في صم الاورجن قد تتاثر، ومن اهمها هي العيون للاسف، وممكن تسبب حتى العمى، وبالتالي نجد كثير من الناس اللي عندهم سيكل اسيل الانيميا وتكون سيفير ومش محظوظين على العلاج، للاسف قد تنتهي بهم الامور الى فقدان البصر. اللهم احفظنا واياكم يا رب. طبعا الناس اللي عندهم سيكل اسيل انيميا متعرضين بصوره دائمه الى عمليه الانفكشن، وبالتالي بسبب في الامين سيستم بتاعهم. حاجه اخرى للاسف ان الشخص اللي عنده سيكل سيل انيميا وبسبب عمليه تغير الفلو اوف بلاد، لان انتم عارفين ان الدم هو ماشي في الدم، بتكون السرعه لكريات الدم الحمراء، وبعدين السرعه مهمه جدا جدا للبليتلت وللسيل اراوند البلاد ار بي سي، لكن لو حصل ان في سلو داون بسبب الاشياء معينه، أكيد تعرفوا حاجة اسمها الفيريكوز تريد، سمعتوا عليها في الستروك وفي البلاد كلوتينج، هنتناقشوها إن شاء الله لما نتكلموا عن الستروك والبلاد كلوت أو البلاد كلوتينج، وبالتالي تجمد الدم، وبالتالي الستروك هنا لازم نعرفوا إن هي مشكلة، وزي ما عارفين الستروك مشكلة قد لا يموت صاحبها، ولكن هو هناك هو أسوأ ما هو أسوأ منه، وللأسف ان الشخص والستروك حيفقد قدرته على القيام بواجباته اليوميه، وبيصير بتحصل سيفير ديسابيليتي، وبتاثر في الكواليتي اوف لايف اوف يور بيشنت. اوكي سو لو بنتكلموا على تريتمنت، لو بصفه عامه الانيميا عارفين كيف ان هي المفروض يتم علاجها، لازم بمتابعه النتائج تحليل الدم، وبالتالي لو جينا في موضوع زي السكس الانيمي اتفقنا كنا ان المفروض نعطوا بين كيلر، وفي بعض الاحيان المورفين ممكن يستخدم. للاسف النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراج او الاشياء اللي تشتغل على النوع من البين الاخرى قد لا تفيد، حتى ان في بعض الاحيان الانتي كانسر دراج الهيدروكسي يوريا ممكن يفيد في عمليه تقليل من البين في السكس الانيمي. زي ما قلنا الناس اللي عندهم مخاصة الأطفال اللي عندهم سيكل سيل أنيميا قد يتعرضوا إلى مشاكل في الريسبيراتوري سيستم ومنها نيمونيا، وبالتالي ينصح بأخذ البنسلين أو البنسلين توايز داي. أوكي، وطبعا زي ما قلنا البلاد ترانسفيوجن هذا مهم جدا جدا عشان نعالج الأنيميا ونمنع الستروك. أوكي، ونمنع كذلك السبلين ميغالي اللي ممكن تحصل. وفي الغالب زي ما قلنا تريتمنت بروسيجرز فور تالاسيميا، اكيد معظم يعرف ان البلود ترانسفيوجن مهم جدا جدا، معظم الناس اللي عنده تالاسيميا لازم ياخذوا البلود ترانسفيوجن، ولازم ياخذوا ار بي سي تكون فريش وصحيحه. طبعا في حاجه ما عندنا كيليتنج ثيرابي، وهذا مهم جدا جدا عشان نمنع تكدس الحديد في الجسم، وطبعا تكدس الحديد في الجسم عنده مشاكل كثيره وتاثيره على القلب والاعضاء الاخرى، وبالتالي لازم ناخذ اشياء تساعد على تحويل هذا الحديد المتراكم في الجسم. وزي ما عارفين اللي هو ديفروكسامين وديفيريبرون، هذول الاثنين هم اللي يستخدموا في هذه العمليه، وواحد منهم متوفر ممكن نعطيه عن طريق الانترافينس، وممكن عن طريق الانفيوجن او بالسبكتينيوس، والاذر secondary preparation الموضوع الثاني حتى هو عبارة عن يعتبر جديد نوعا ما، وعادة الناس اللي مش قادرين أو يتحملوا الديفروكسامين ممكن يعطوهم ديفيربرون. أوكي، إن شاء الله في محاضرتنا القادمة هذا هو كل شيء عن الأنيميا، وإن شاء الله في محاضرتنا القادمة زي ما شايفين في كتير أمراض تصيب الدم، واحنا بس تكلمنا فيها على الايرون ديفيشنت انيميا والاذر تايب اوف انيميا، ولكن ان شاء الله في محاضرتنا القادمه ان شاء الله ممكن نتكلموا على ايش يحصل والاندرستاندينج اوف ذا ارتيريال بلاد جازز. في النهايه ادعو الله سبحانه وتعالى ان يكون قد وفقته ولو بالقليل
في شرح هذا الموضوع، وإذا كان في توفيق فهو من الله سبحانه وتعالى وحده، وإذا كان في تقصير فهو تقصير وقصور في معلوماتي، فأرجو من الجميع المعذرة وأن تسامحوني، وأسمح لي في نهاية محاضرتي لهذا اليوم أن أطلب منكم دعاء لوالدي ودعاء لي شخصيا، بأن يكتب لي الله الشفاء العاجل، اللهم أمين. وفي النهاية نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير على هذا الاستماع، وأعذروني على صوتي لأني بصراحة والحقيقة جلست نسجل هذه في المحاضرة بعد ما انهيت فترة 4 ساعات غسيل اليوم، ولكن الحمد لله رب العالمين لمكنني من ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.